اليوم موجودة عند هويدا صاحبتك لتنقي فيو بيسز لشهر رمضان، فخبرينا اليوم شو نقيتي شو اخترتي؟ جدا فرحت لما عرفت انه هويدا بدها تسوي كولكشن لرمضان، والفرحة الأكبر لما عرفت انه بدها تسوي مروكن كولكشن. وأكيد الكل يعرف انه ماي اذر هاف از مروكن، ام مروكن اكشلي. حبيت اجي اشوف شنو عندها، والاشياء اللي عندها رائعة جدا، وأكيد اخترت أشياء تخبل يعني. وأول ما وصلت شدا حرصت تتعرف على تفاصيل مجموعة هويدا بريدي لرمضان 2021 المكونة من 20 قطعة ومستوحاة من القفطان المغربي. كتير حب الفكرة. أنا كان لي تجارب مع المروكن كذا مرة، عملت مو كوليكشن كاملة، أعمل هيك بيسز بس بيطلعوا حلوين، لأنه أنا ما لي علاقة بالمروكن، فبالتالي أنا ما بتقيد بقوانين المروكن، فبتعامل معه بطريقة تانية يعني بشكل تاني، بتعامل معه as a fashion designer بغض النظر انه يكون كتير مرتبطة بالقوانين تبعه، فبعمل هيك افكار شوي مجنونة. وبالفعل ضمت المجموعة قفطين بتصاميم وألوان مختلفة، وشفنا جلابيات قصيرة وسليفز واسعة. عامل البافي شولدرز، البيلتس كتير متفننة فيهم، طريقة الألوان، أنواع القمايش، يعني عاملة قماشة متأكدة بعمرها ما استخدمت للمروكن، شكلها كتير غريب يعني. البيسز اللي اخترتيها شو أكتر شي لفتك لقلهم؟ حبيت أنه اختارت يعني ثواب مغربية، يعني أكو مثلاً عنا سفيفة، هي نوعية من الطرز اللي معروف بالمغرب، بس هي حطتها بطريقتها، يعني حطتها مثلاً في منطقة كاملة، هو مثلاً في المغرب يحطوه بس بالنص مثلاً أو قليل بين الإيدين، فهي تلاقيه مثلاً حطتها في منطقة كاملة من القفطان. وحب شد حسون للقفطان المغربي وخبرتها فيه مش شي جديد ابدا، يعني من الاوائل اللي ابتديت البس مغربي انا دائما طبعا يس. بس القفطان المغربي اعتبر من الاوائل في الخليج، انه في المنطقة يعني بالمناسبات ألبسهم برمضان ألبسهم. وفي رمضان من كل سنة بتحرص شدا على اختيار أزياء بتلائم هذا الشهر الفضيل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على إطلالتها الجذابة. يعني ناس بتستنى إطلالاتك برمضان يشوفوا شو رح تختاري السنة، شو محضرة هذا السنة؟ طالما حيكون يعني تواجدي بين دبي وبغداد، فأني أحب المغرب بصفة عامة، يعني أحب رمضان، أحب الجلابية المغربية. مين ما بحب الجلابية المغربية؟ أحبها جدا يعني، بالأخص الجلابيات. القفطان إلا إذا عندي مناسبة، بس الجلابيات جدا أحبها، يعني أرتاح فيها، وتصلح لفطور، تصلح لسحور، تصلح لعزيمة، تصلح حتى أنت بالبيت يعني ويا أهلك ممكن تلبسيها. وهم لأنه هم حيكون تواجدي في بغداد، لأنه عنا برنامج القيثارات حنكمل تصوير، فحيكون أكيد عنا عزايم هناك ببغداد، فهم أحب أختار لبس عراقي اللي هو جلابيات بس بطريقة يعني مثل شي سموها دراعات، يعني مثل دراعات عراقية حلوة، فهم أحب هذا الستايل، يعني هم جدا مريح، هم جدا فخم.